بسم الله. بنت لايك دي منصة موجودة اونلاين وفيها كذا ادنس بيشتغلوا معاك، سواء شغال انت على الريفت او شغال على اوتوكاد او شغال على سيفل 3 دي او شغال على النفس وركس او شغال على تيكلا او شغال على فيريتي او شغال على سوليبري. كل الحاجات دي تقدر تسطب ادنس بحيث ان اي مشكلة ترفعها على الموقع اوتوماتيك، وانت شغال على البرنامج بتدوس على الاداة فتقول لك فين مكان المشكلة اللي الناس علمت عليها في السايت دوت. طيب خلينا نعمل مشروع جديد ونسميه بيم كوردينيت بي سي واقول له كرييت. هنا بيبقى جايب الاحصائيات، الاحصائيات طبعا زيرو لان احنا لسه ما بدأناش، بس اقدر بعد كده اقول له فيور، ارفع اي موديل اي اف سي واشاركه مع الناس والناس تبدأ تشوف الملف ده هل فيه مشاكل ولا لا. خليني اقول له اي اف سي، خلينا ده اللي ظهر قدامنا. اقول له ستارت ابلود، هو بيترفع الاي اف سي وبعد كده بيحوله لحاجه النت يقدر يفهمها بحيث يظهر معايا 3 دي، او بدا يترفع اهوت. هو دلوقتي بقى بتعمل له كونفرت الامتداد الجديد، ولو دوست على السهم ده هيقول لك داونلود، هتقدر تعمل له داونلود كاي اف سي او تعمل له ديليت. انا منتظر ان في علامه هنا تظهر ادوس عليها حس يبدا الشغل بتاعي يظهر لي. هو بيتحمل، دي بتحصل بس اول مره. اهيت تبدا تظهر، فاول ما ادوس عليها بيبدا يظهر لي الموديل بالشكل دوت. تقدر تقول له انا عايز اعمل لوك للمبنى او اوربت، تعمل سيلكت على حاجه وتبدا تلف عليها اوربت، وكل اي عنصر بتعمل عليه سيلكت بيبدا يظهر لي هنا التفاصيل بتاعته. يعني سيب المثال ده المبنى كله، وبعد كده بدخل هنا في لايف سي بيلدينج، ده البيزمنت، ده السبيسز. لو عملت سيلكت على اي حاجه هو بيبدا يجيب لي ان ده مثلا جزء من الوول بتاع الدور الجراوند. ممكن اقول له بان واحرك المبنى بالشكل دوت، او اقول له انا عايز اعمل زوم ديفولت زوم او زوم على جزء معين. وبعد كده ممكن اقول له كاميرا بحيث احدد هل هو برسبكتيف ولا اورثوجرافيك. هنا هبدا اقيس مثلا من النقطه دي للنقطه دي، يبدا يقول لي قد ايه. ممكن اقول له ديستنس بتوين اوبجكت، يعني من العنصر ده للعنصر ده، هو يبدا يحسب اقصر مسافه بينهم. ممكن اقول له احسب لي زاويه معينه او احسب لي اريا، ابدا ادي له مثلا اريا بالشكل دوت. طيب ممكن اقول له كليبنج، يبدا يعمل لي سيكشن 3 دي بالشكل دوت. ممكن اقول له اخفي لي عنصر معين، اعمل سيلكت على عنصر معين وبعد كده اقول له اخفيه وزر. ده هنا ببدا اقول له مثلا عايز اعمل روتيت للسيكشن، الحاجه اللي انا عامل لها سيلكت. وبعد كده ممكن اقول له كليبنج بوكس، يبقى في بوكس بالشكل دوت، اقدر برضو انقله بالشكل دوت، اقدر اعمل روتيت. في ادوات تانية سكيل مثلا فيت تو سيلكشن، تعمل سيلكت على حاجة هو بيعملها فيت، شو هيت لكل العناصر او للحاجات اللي مش معمولة سيلكت، فول سكرين للشغل دوت. الاوبشن بتاعي بقى زي الماوس، زي الديسبلاي 3، زي الكلاش، زي الوك سبيد سرعة المشي في الحاجة ديت، هايلايت كات الحاجة المعمولة كات يبقى فيه هايلايت، الإتش ديسبلاي، ديسبلاي كلاش سفير اون توب 3 دي، الأداء بحيث ممكن يكون الجهاز عندك بطيء فتبدأ تشوف أداء يكون مناسب للجهاز بتاعك، الديسبلاي كلاش بين بوينت، الإليمنت فيزيبيليتي ممكن تقول له اظهر واخفي العناصر ايزوليت اليمنت، السكشن بوكس الاوس بتاعه قد ايه، يعني حوالين المبنى بقد ايه، السبيس ابو داون اوفست الاسلوب بتاع القياس قد ايه. طيب كل ده جميل، اللي عايز ندخل بقى في الشغل كويس السبيس بيبدا يجيب لي بقى كل السبيس، فتقدر تقول له انا عايز السبيس في كل منطقه هنا.
هنا الكاتيجوري اللي موجودة، يعني الكولوم مثلا تقدر تدخل كل الكولوم مرة واحدة أو تديها لون مميز، أو الحوائط الوول مثلا تديها لون. بعد كده عندي الايشيو، لو في مشكلة أقول له كريت ايشيو وأبدأ أحدد بقى التايتل بتاع المشكلة، الديسيبلين بتاعه، الاوبن، التايب، البريوريتي، هل هو مهم ولا مش مهم، الزون، الفيسز، مين اللي المفروض يحل المشكلة ديت، التاريخ بتاع حل المشكلة هيبقى امتى، الملحوظات، وابعت المشكلة ديت للناس كلها. هتظهر عنده في البرنامج بتاعه دي. هنا لو في اي فيو ممكن تحتفظ باكتر من فيو، بحيث ان انت اثناء الاجتماع تروح لاي فيو فيهم وتقدر تعمل له ابديت زي ما انت عايز.